انا اشوف انه استفدنا الحمد لله من معسكر هالاعدادي، والحمد لله اشوف انه تطورنا في الناحيه اللياقيه والفنيه اتوقع. الحمد لله يعني المدرب سوى وجهنا على اشياء كان يبغى يشوفها منا في المباريات الجايه. الحمد لله يعني اتوقع انه طبقنا بعض الاشياء اللي طلبها منا في المباراه اللي لعبناها الوديه امام نادي دبي، وان شاء الله نقدم افضل، ان شاء الله نقدم مباريات جدا ممتازه ان شاء الله. معسكر استعداد لرجاع لياقتنا للاسيويه ان شاء الله، استفدنا من المعسكر من الايام اللي راحت، وان شاء الله نقدم المباريات الجايه مستوى حلو ان شاء الله. استفدنا منه، اهم شيء المعسكر استفدنا منه اللياقيه، واستفدنا منه كارتهم يعني وكتجانس مع العالم اللي ما لعبت من فتره. يعني شيء كويس ان المعسكرات هذه تحصل لك بين فتره التوقف عشان لا تفقد اللياقه. اكيد ما ضاع المعسكر الا الاستفاده من اللاعبين يمكن اللي ما لعبوا كثير، ان شاء الله انهم يستفادوا.